فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول إنه صدم شخصا بالسيارة وقد مات هذا الشخص، يقول وقد دفعت ديته وكنت آنذاك شابا والآن أنا كبير في السن، فعمري 85 عاما، فماذا علي؟ والله إذا كنت يوم تصدم وأنت بالغ عليك الكفارة صيام شهرين متتابعين، أما إذا كنت لم تبلغ فالذي عليه الفتوى أنه لا كفارة عليك لأنك غير مكلف. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.